أهلا بكم مشاهدينا إلى أخبار بلا سياسة، رفيقة الحياة اليومية للأميرة ديانا في أوائل التسعينات. الحقيبة المفضلة للأميرة ويلز الراحلة تعود بتوقيع جوتشي. فبعد النجاح الباهر الذي حققته عودة حقيبة جاكي، تعمل جوتشي على تحديث حقيبة أيقونية أخرى من أرشيفها، حقيبة ديانا ذات المقابض من الخيزران، حقيبة ذات أبعاد مثالية سرعان ما أصبحت مفضلة لدى الليدي ديانا. حقيبة جميلة. أظهرت لقطات مروعة صرخات امرأة تخشى من أن تسحقها شاحنة ضخمة بينما كانت تعبر الطريق في شمال إنجلترا. يظهر مقطع الفيديو كم كانت المرأة محظوظة لنجاتها، حيث لم يدرك سائق الشاحنة التي تزن 32 طناً والمحملة بالأنقاض أنها كانت تعبر الطريق أمامه فور توقفه عند مفترق الطرق. وفي الحقيقة كانت المرأة قريبة جداً من مقدمة الشاحنة لدرجة أنه كان من الشبه مستحيل رؤيتها. Footage shows the woman drop her shopping bags and run forward ahead of the truck as it begins to... كشف الحارس الشخصي السابق لمايكل جاكسون عن حقيقة ما تردد عن وجود غرفة سرية للأطفال في منزله عبر البودكاست أي البث الصوتي في برنامج سكوت ماكجلين. وتحدث مات فيتس الذي اهتم بحماية ملك البوب الراحل عن مزاعم التحرش بالأطفال المرفوعة ضد المغني بحسب موقع ميرور البريطاني. يذكر أن النجم تعرض لسلسلة من ادعاءات التحرش بالأطفال. أغنية دي إن إيه لفرقة بي تي إس الكورية الشهيرة تصبح أول أغنية للفرقة تتخطى المليار مشاهدة على يوتيوب. وتعتبر أغنية دي إن إيه أغنية رئيسية لألبوم فرقة بي تي إس بعنوان Love Yourself الذي تم الكشف عنه في شهر سبتمبر عام 2017. فاصل ونعود لمتابعة باقي فقرات صباح العربية. Oh, you're the only one who can. We're just a dream.